برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم حفل ختام النسخة العاشرة من مسابقة البحرين الوطني للروبوت 2021، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمشاركة 54 فريقا من جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة. في بداية الحفل قام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بجولة طلع خلالها على المشاريع التي قدمتها الفرق في هذه المسابقة. بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة أشاد فيها بالرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في إطار دعم سموه الكبير لكافة المبادرات الرامية لصقل طاقات الشباب في جميع المجالات. بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بإقامة هذه المسابقة في نسختها العاشرة، وهي تأكيد على نجاح أهدافها التي تعزز من ثقافة الإبداع والابتكار، وتسهم في دعم مخرجات التعليم البحريني، وتشجع على تطوير قدرات الشباب وتدفعهم لإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية في مجال الروبوتات، بما ينعكس على تطوير مهاراتهم التعليمية المرتبطة بعلوم التكنولوجيا والاتصال، وبما يسهم في اكتسابهم المزيد من المعرفة والعلم، وهذا ما ينعكس على تطوير التعليم وظهور مزيد من المواهب التي تستطيع أن تشق طريقها بنجاح وتساهم في بناء وتنمية المجتمع. قال سموه إن إقامة الفعاليات والمسابقات العلمية لها دلالات واضحة على ما وصل إليه التعليم في مملكة البحرين من تطور كبير ساهم في بناء النهضة وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الحضارية، لتتبوأ البحرين مكانة مرموقة بين دول وشعوب العالم. وتؤكد أن خطوات البحرين في مجال التعليم ساهمت في نهضة الإنسان البحريني وتقدمه عبر توفير البيئة المثالية للتعليم والتعلم واكتساب المهارات، والذي دفعه ليكون عنصرا فاعلا في بناء وتطوير مختلف مجالات الحياة. ثمن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تنفيذ البرامج والفعاليات الهادفة للارتقاء بالحركة التعليمية، كما هنأ سموه الفرق الفائزة في هذه المسابقة متمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين في المشاركات المقبلة. وبالنظر إلى ما تمر به مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، وهي تتصدى لأزمة صحية مستجدة فرضت العديد من المتغيرات وجاءت بالمزيد من التحديات، فإنه يصبح من الضروري أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العملية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة تسرع من تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وفي الختام كرم سموه أعضاء لجنة التحكيم والفرق الفائزة بالمراكز الأولى، كما قدم وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بهذه المناسبة. من جانبه أشاد وزير التربية والتعليم بالدعم المستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد للشباب البحريني في مختلف المجالات والمتصل منها بالتطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات العصر على وجه الخصوص، بما يؤهلهم ليكونوا الخيار الأفضل في سوق العمل، مساهمين بشكل فاعل في المسيرة التنموية لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجوده ورعايته لهذه المسابقة منذ فترة طويلة كان لها دور كبير من أكثر في أكثر من مجال. الأول استمراريتها، تنوع المسابقات فيها، وزيادة الأعداد الذين يشاركون في مثل هذه المسابقات. نحن في وزارة التربية والتعليم نعتبر هذا النوع من الدعم المعنوي وأيضا الذي يثير الحماس لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، لذلك نجد أن الإقبال على هذه المسابقة بشكل كبير. مركز رعاية الموهوبين يقيم العديد من الورش خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصبحت مثل هذه المواد والورش تنتقل إلى مراحل مبكرة في التعليم، لأن هذا دور الوزارة في بناء القدرات من شأنه خدمة مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة يحفظه الله ويرعاها. طبعا الكثير من المدارس المشاركة من خلال الطلبة تتأهل في مرحلة لاحقة للمشاركة في المسابقة الدولية التي يتم إعداد الطلبة لها من خلال هذه المسابقة. طبعا رعاية سمو الشيخ خالد حفظه الله لهذه المسابقة بشكل سنوي أدى إلى إثمار الكثير من النتائج المتعلقة بصقل مستويات الطلبة في عملية برمجة الروبوت، والشركاء في الواقع الذين يدعمون وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب أبلوا بلاء حسنا معنا هذا العام، وإن شاء الله سوف تستمر الوزارة في إقامة هذه المسابقة بشكل سنوي وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بهدف صقل مستويات الطلبة في هذا النوع من العلم، وتحديدا عملية البرمجة المتعلقة بتقنية الروبوت. هذه المسابقة تعد من المسابقات المهمة والتي تجاري متطلبات العصر، حيث يشارك في هذه المسابقة ثلاث فئات، طبعا المرحلة الابتدائية ومن ثم الإعدادية والثانوية. حصل عدد كبير من طلبتنا المشاركين على الجوائز، سواء كانت الفضية الذهبية والبرونزية، وكان طبعا للمدارس الحكومية نصيب الأسد في هذه المسابقة. مسابقة البحرين الوطني للروبوت في نسختها العاشرة انقسمت إلى ثلاث مسابقات: مسابقة الويدو للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، والمسابقة الريجولار اللي هو العادية لطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي المسابقة المفتوحة وكان السنة الموضوع عن الطاقة المتجددة، وكذلك للفئة الابتدائي والإعدادي والثانوي. طبعاً أنا أول شيء سعيدة بمشاركتي في هاي التجربة اللي يعني تعتبر مختلفة وجديدة بالنسبة لي أنا شخصياً، وأكيد أحب أشكر أستاذتي اللي كان لها الفضل في تدريبنا وفترة قياسية جداً، وطبعاً أكيد ما أنسى وزارة التربية والتعليم وأيضاً الشيخ خالد على رعايته الكريمة. طبعاً هذه التجربة كانت تجربة جديدة وجميلة جداً، تعلمت فيها واجد أشياء وتعرفت على مشاريع كثيرة. الفضل كان لمعلمتي ومدرستي اللي دعمونا عشان نطور من مشروعنا ونكون متواجدين هنا، والحمد لله فزنا بالمركز الأول. كانت التجربة حلوة وجميلة واستأنست عليها. عشنا تجربة جدا رائعة جديدة، خصوصا يعني في مجال جديد اللي هو مجال الروبوتات. جدا استمتعنا، مشروعنا يتكلم عن الطاقة الشمسية، وإحنا يعني كطالبات في مدرسة الحد الثانوية قررنا نساعد المجتمع الوطني في هذه المسابقة. يعني كانت مشاركة أكثر من رائعة، أشكر كل القائمين على المسابقة، وإن شاء الله تكون هاي توفيق ومستقبل يفتح لنا نافذة في المستقبل في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.